عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزير التجاره ومحافظ دمياط وعدد من المسؤولين وذلك للاطلاع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينه الاثاث وفقا لاعلى معايير الجوده والاحتياجات التصنيعيه واللوجستيه كما استقبل السيد الرئيس رئيس مجلس اداره مجموعه الصين الدوليه للطاقه ليو زيتشيانغ حيث اكد الحرص على توطيد العلاقات الخاصه بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينيه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ليوزي شيانغ رئيس مجلس اداره مجموعه الصين الدوليه للطاقه والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان السيد الرئيس اشاد بقوه وتميز العلاقات المصريه الصينيه معربا عن التهنئه للرئيس شي جين بينغ بمناسبه اعاده انتخابه رئيسا للصين لفتره جديده ومنوها الى ما تكنه مصر قياده وشعبا من تقدير واحترام للقياده والامه الصينيه التي تحقق تقدما تنمويا مضطردا ومكانه مهمه على المستوى الدولي واكد سيادته حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينيه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من جانبه اكد رئيس الشركه الصينيه ان دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحله المقبله تاتي في اطار علاقات الصداقه العميقه بين البلدين والقيادتين والشعبين وكذلك في ضوء ما رصدته الشركه عن قرب من تطور نوعي في حجم وجوده البنيه التحتيه والصناعيه التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليله الماضيه مما أتاح فرصا استثماريه جديده لم تكن متوفره من قبل. مشيرا في هذا السياق الى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكه الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديده والموانئ البحريه وفي مجالات محطات تحليه ومعالجه المياه والكهرباء والطاقه الجديده والمتجدده، وموضحا ان المجموعه الصينيه تعتزم اقامه مشروع ضخم لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من خمسه الى ثمانيه مليارات دولار في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيره في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس اداره شركه دمياط للاثاث. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات السيد الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال. وتوجيهات السيد الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعه والارتقاء بها وتمكينها من المنافسه على الصعيدين الاقليمي والدولي بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزه في هذا القطاع لابناء المحافظه ويزيد الصادرات المصريه والدخل القومي واوضح المتحدث الرسمي بان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينه الاثاث وفقا لاعلى معايير الجوده والاحتياجات التصنيعيه واللوجستيه والخدميه ووجه سيادته في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنيه ومواصله العمل المكثف لانجاح هذا المشروع المهم